وكل حاجه في وقتها. وامتى نرد؟ النادي الاهلي هو اللي بيختار امتى يرد. خدوا بال حضراتكم الكلام ده لانه كلام مهم جدا. الكلام النادي الاهلي هو اللي بيختار امتى يرد. مش كلمتين هيخلوك ترد هنا لا، احنا هنا بنرد بس على الحاجات السريعه اللي يعني وغريبه في نفس الوقت. وبنحاول نشرح لحضراتكم ونقول لحضراتكم للناس اللي بتتفرج علينا، الاهلاويه اللي بيتفرجوا علينا، ان لا يا جماعه، مجلس اداره النادي الاهلي لما بيقول حاجه بيقولها وعارف هو بيقول ايه، وبيعلي مصلحه بلده قبل اي شيء. فعشان كده من فضل حضراتكم خدوا بالكم من الكلام او من التعابين اللي بتترمي في النص دي. لا احنا عادلها وهنتكلم عنها وهنوضحها للناس بمنتهى الوضوح. محدش هيعرف يفرق ما بين مجلس اداره النادي الاهلي وجمهوره، لان الجمهور ده هو حامي حمى النادي الاهلي. ومش هنسيب اي معلومه مغلوطه غير لما نرد عليها. مع الاحترام للجميع، انا بتكلم بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب، انا عمري ما بغلط في حد. انا بتكلم بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب. استاذ احمد مجاهد فوق دماغي، الكابتن سيف زاهر فوق دماغي، مفيش مشكله خالص، ولكن حضراتكم بترسخوا امور خاطئه. او بتتكلموا في امور خاطئه. اقروا بيان مجلس اداره النادي الاهلي بعد، او القرارات اللي خدها مجلس اداره النادي الاهلي بعد اجتماعه الاخير تفصيليا. نفسنا نشوف مسابقه منتظمه. نعرف ان احنا هنلعب يوم 8 سبتمبر مثلا، يعني هيبدا الدوري 8 سبتمبر، اول مباراه ما بين الاهلي والزمالك مثلا.